السلام عليكم ورحمة الله. المتكلم محمد ولد اللهي، رئيس حزب الموريتاني للدفاع عن البيع. لا فوا دو لوبريمي، صوت المظلوم. أنا عندي رسالة نختار نوجهها للنظام، نظام وللقزواني وللقزواني، هاي الجماعة المفسدة، هاي الجماعة اللي دمرت موريتاني، وهي الجماعة اللي دائما واحدة فيه لا وكيل ممتلكات بيت مال المسلمين. هذا هو شغلتها، عندها تطلع جنرالات يطلعوا لا يدوروا يسووا مشاكلهم التجارية، والعلماء يطلعوا يدوروا لا يسووا مشاكلهم التجارية، وكلهم يقضوا عنده صكم لنا من الفضل، والوزراء والأمناء العامين والمدراء والبنوك وهل البنوك والبرلمانيين اللي قال له قبة البرلمان. أنا قاع ما نقول له قبة البرلمان، هي القبة أصلا قاع نعرفوها احنا أصلا قبة الناموس. ناس تبني قبة ياك تسلك من الناموس، وهذه القبة اللي داخلها كامل لاش من الناموس، ناموس وسط القبة هي قال له قبة البرلمان. وذوكم اللي واحدين فيه لا تصمصير وتشبتشيب، عدا اكسبسيون تقريبا كلك ديبيتي من 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 المعارضه. لا نقول لكم كفى، لا نقول لكم خليتوا موريتانيا ودمرتوها وضيعتوها وكلتوها وخليتوا الشعب مسيكين مسلم خالي الوي عايش في الكبات، وبات الاسر ما فيهم رقاش عنده شي ياكلوا، ولا عنده باش يقضي اولاده، ولا عنده باش يقريهم، ولا عنده باش يداويهم، ودايكتونا بين دحراطين والكوار والبيضان، عدلتوا ضجة ما نعا قاصدينها، دور تفرقوا بيننا احنا والكوار والحراطين، ياك تم انتم راتعين. هذا لكم قريب من شي 30 سنة انتم راتعين فيه. ولا انا نفتر واحد منكم تقلعوه وديروا واحد اخر، وتقولوا النظام السابق والنظام كذا، ولا النظام اللا واحد. اللا واحد، سي لو ميم سيستم. واحد. من 78 أليدا النظام اللاواحد، سيت ان سيستم راسيست اكستريميست، ولا يبقي البيضان ولا يقد على البيضان ولا يقد مالي على الكوار ولا يقد على الحراطين، ويختارنا قاعد لا يكون حرب في موريتانيا بيننا حنا ياك يتموا هما حاكمين. هذا حرام، هذا شوين، هذا ما يعدلو حد لشعبو. حنا لا حدنا فريق بالنسبة للدول الاخرين، 4 ملايين، 4 ملايين وعندها من المليارات اللي راتعين انتم فيه ودايرينه في البنوك في الخارج، وكشارين به القصور في نواكشوط والترابات الزينين وكل شيء معدلينه، وشارين به السيارات الزينين وتبطشوا وترتحوا ممتلكات بيت مال المسلمين. هذا هو اللي قدام كل حد، معدلين ديمقراطية ما هي حقيقية، تخدعوا بها، تخدعوا الشعب وتخدعوا الرأي العام وتخدعوا لا كوميونيتي انترناسيونال. وهذا يا اخوتي من الخديعة ومن الكذب، كافيكم منه. هذا الشعب اخلى، هذا الشعب اخلى. اليوم طرحتوا لنا قضية العربية، هاي قبة الناموس اللي عندكم اللي تقولوا له انتم قبة البرلمان، ما هي دالة على شيء يسوى وشن هو دايرينها انتم، فهم ولا تديروا قاع حد نافع، انتم ما تقدوا قاع تديروا حد نافع، حد عنده كرامة وعنده سيادة ويبقي للوطن ما يشتغل معاكم، ما تقبلوه يقرب منكم، تختاروه اللي يبعد منكم، تديروا لذيك الناس اللي تعرفوا انتم عنكم تتحكموا فيه، قالهم لي زوم دباي. وهذا اللي بنيتوا، عدلتوا منه برلمان، وعدلتوا منه سيني، وعدلتوا منه ان غوفرنمان، وعدلتوا منه اهل البنوك، وعدلتوا منه لي بي ار اللي مثلا قلعتوا اسمه ذاك درتوا له اسم ثاني، هو لا واحد، هو من زمن ولد الطايع هذا لا واحد، الا نفس الحزب لا تغيروا الاسم. انتم غيرتوا اسم لي بي ار، ليش مزي قال لي بي ار خلقوا ذاك المفسد، مازال فهم معنى عن الاسم، ما هو المهم طامعين في عقولنا. واليوم طرحتونا قضيه هذا وعدتونا نتكلم على رقاش، صوتوا عنكم رموز دي سيمبول، صوتوا على قانون عنكم دي سيمبول، هذا اللي دال عليه قبه الناموس اللي عندكم اللي تقولوا لها قبه البرلمان، ذوك الناموس اللي فيها دال عليه
لا انه يتم يصوت لكم انتم وتخدعوا به الناس وتخدعوا به لا كوميونيتي انترناسيونال، تقولوا انكم فوزيت دي سيمبول بنيت دي سيمبول لي سيمبول ما يشافوا لكم، انتم تسرقوا وتقلعوا وتبطشوا وتظلموا ومجوعين شعبكم وتقولوا عنكم رموز، صوتوا قانون عنكم رموز، رموز من منين؟ انتم ماكم رموز؟ وعدتوا حد تكلم تقفلوا عليه، هذا قاصدينه؟ واليوم جايبين لنا قضية العربية، جبتوا الكور قضية العربية ليتعزلوهم بكم اللي لكم زمن طويل انتم متباركين معاهم ومتباركين مع الحراطين، وجبتوا له قضية العربية وتو العربية انتم اولادكم ما يقراوا العربية، انتم تركتكم يقراوا ولا في لي زيكول فرانسيز، وانتم من روسكم ما فيكم حد قد يقول جملة من العربية، قليل فيكم اللي قد يقول جملة من العربية، تعرفوا لا الفرنسية تتعتعوا في ما قط جانا رئيس ما يتعتع في الفرنسي في العربية، والعربية قاع احنا شلنا بيها العربية قاع هي العربية اللي مزية شنو هذا زمن زمن الاقتصاد، حد لا يبني دولة اليوم عاد بنايها اقتصاديا ما هو باللوقة ولا هو بالكذا ولا هو بالفرنسية ولا العربية وهذا، لا كيف قضية العربية والفرنسية، لا كيف هاي شغلة بنضيات، لا كيف قضية اللي عدلتو في قضية المرجعية، هذا هو المرجعية ذاك ما هو مرجعية ذيك هي المرجعية ذاك، هذا مال الله تطمعوا في عقول الواقيج، هذا مال الله شغلة دي فويو وزاد دي فويو لارب سي إل بوفي سيرفير كيلك شوز إل دوا سيرفير دابور أوز أراب إي أو بيي أراب، مي تو لي بيي أراب نو بارل با كاع لارب، إي نو بارل ميم با لارب، وانتوما فو نو كونيسي با لارب. Vous ne parlez que le français. Le problème, c'est un problème économique. Pour bâtir un pays aujourd'hui démocratique et prospère économiquement, on a besoin des économistes. C'est l'économie qui est importante actuellement, qui avance un pays. Ce n'est pas la langue. La langue n'a aucune importance. Elle n'a aucune importance. En plus de cela, il y a des négro-africains mauritaniens avec nous qui ne sont pas des Arabes et qui ne veulent pas être des Arabes et qui ne seront jamais des Arabes. Comment vous allez faire? Mais c'est des Mauritaniens, ils vivent avec nous, on est ensemble, on est un seul peuple. Mais ils ne veulent pas de l'Arabe. Si l'Arabe pouvait servir aux Arabes, ça aurait été bien. Qu'est-ce qu'elle a servi à la Libye, à Muammar Gaddafi? Est-ce que l'Arabe a servi à Gaddafi à la Libye? Regardez la Libye actuellement. L'Arabe ne lui a pas servi à quelque chose? Absolument rien. Si l'Arabe pouvait servir, elle devait servir Saddam Hussein, qui était pendu le jour de l'Eid, aux vies et aux sud de tous les Arabes. Aucun d'eux n'a bougé, aucun pays arabe n'a bougé. On l'a pendu devant vous tous. Est-ce que les Arabes ont servi, ont commencé à faire quelque chose pour au moins défendre Saddam Hussein ou défendre Gaddafi ou défendre les Yémen qui sont en train de s'entretuer par des Arabes aussi? Qui est en train de détruire le Yémen? Ce n'est pas des Arabes? Quand même, arrêtez vos conneries. Vous voulez maintenant voter une loi pour barrer la route aux négros africains, pour les obliger, les dresser comme des ânes à être des Arabes. Les négros africains mauritaniens ne sont pas des ânes. Et ils ne seront jamais des arabisants. Ils ne seront jamais des Arabes. Ils peuvent étudier l'arabe. Il y a parmi eux des gens qui connaissent très bien l'arabe, qui sont plus arabisants que vous, les Arabes. Et ils parlent très bien l'arabe. Et leur histoire, ils ont participé à la construction et à bâtir un État islamique. Leurs ulama sont connus dans le monde entier. C'est des musulmans. Ils ont étudié l'arabe. Mais vous ne pouvez pas leur dire. Vous ne pouvez pas leur dire de ne pas enseigner leur langue dans les écoles.
Vous voulez voter une loi pour leur interdire d'enseigner leur langue nationale dans leur pays. Mais nous devons tous apprendre leur langue nationale dans les écoles primaires. Tous, à partir de l'école primaire. Tous les Mauritaniens, qu'ils soient arabes, qu'ils soient négro-africains, qu'ils soient hartanis, doivent apprendre toutes les langues nationales. Parce que ce sont nos langues. Ya Ikhwani, ya Akhawati, ya Al-Ulama, ya Generalat, لا تدمروا موريتاني لا تدخلوها حرب تقدروا تأكلوا فضلتها منذ السنين وهي الفضلة بعد باقية هذه الفضلة الباقية وراكم وين فضلة القذافي اللي يجمع 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 مدة 40 سنة وين فضلة صدام اللي يجمع 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 مدة قد كذا من السنة ونظامهم حلوا العين هاي الفضل تجمعوا باقي وراكم والديار اللي تبنوا باقين وراكم توا ماشيين اكثر اللي قد يعيش رقاش 100 سنه ذا الزمن وانتوا ماشيين توا كلكم فات مشاو عاد 70 والفضل باقي هم لا يقبلوا شي من المفسدين ويدمروا وفي الشهر والله ثاني عقب وفاه واحد منكم يلقى بين العبر بين الاحرام ولا يتعذبوا منكم داخل القبر يدور يعذب على السرقة سرقة بيت مال المسلمين تبطشوا فيه ومجوعينهم خاليهم الوي يا إخواني سرقتوا الفضة مدة 30 سنة وشي ورا شي 30 سنة واستغنيتوا عتو دي ملياردير خلوا عنكم الشعب بدل تدخلوا حرب بين الشعب هذا هو أخطر بعد قال لا يتعدلوا الموريتاني وريالكم إلى خلقت حرب خاسر فيها احنا البيضان ننتخلك حرب موريتاني اللي لا يخلى فيها ولا يموت فيها ولا يضيع فيها ولا يخسر فيها ملياراتكم انتم بعد قاع اللي عقبتوا دايرينهم في الخارج تحانوا ولا يخسر فيها احنا البيضان الكوار ما لا يخسر اللي يمشي ديو الكوار والحراطين يتحدوا خطيرين عليكم خطيرين علينا احنا البيضان ما نهانكم ما في صالحكم يخلق حرب خلوا عنكم الكوار أعطوهم حقوقهم عدلونا إن كونستيتيسيون تجمعنا كاملين الناس اللي تجمعها لا القانون العنف والعروبة والفيافي اللي واحدين فيه اللي الناس مشات عنه العالم كامل مشى عنه حتى الدول العرب اللي انتم تقيسون وتطلبوا الصدقة في الخليج ويجوكم يعطوكم الأموال أنكم لا تعطوهم للضعفاء والمساكين وفاهم ذا كامل ما تلاقوا واحدين لي بروبليم سي تان بروبليم ايكونوميك الشعب خاصو يقرا وخاصو يداوى وخاصو يندار في لي غراند زيكول وخاصو تعسوا على الشباب الصغير اللي عنده 7 سنين 8 سنين هما في المستقبل اللي يخلصوا لي كريدي دي لا بانك مونديال وهما العطر المستقبل يالتكم تعسوا عليهم وتقروهم قراية زينة وتتابعوا دراستهم كاملين وتحافظوا عليهم وتحافظوا على صحتهم وتحافظوا على والديهم ياك من هنا 30 سنة تعدلوا لنا جيل صالح موكفكم انتوما كفى كافيكم يا إخواني من الظلم كافيكم راكم لكم ماشيين كاملين وخلوا عنكم الكوار يستراحوا خلوهم يقروا ريالتكم يتموا يقروا لواقهم الوطنية في نقر المدارس وأولادنا احنا البيضان يارتهم يقراوا للبولار وللسونينكا ولورف يارتهم يقراوا من مدرسة الابتدائية ياك واحد منا جبر بولاري موريتاني قد يتكلم معاه بالبولارية ويقد يتكلم معاه بالسونينكية ويقد يتكلم معاه بالورفية ويقد يتكلم معاه بالعربية ويقد يتكلم معاه بالحسانية هذا وطننا يا غير لابد أننا من دستور جديد ما هو الدستور اللي عندنا
الدستور حد يعطيه القويرات توكلوا اللي خالية يجوع هي مولي أدرونا دستور جديد وكل طائفة أعطوا حقوقها أعطوا الأحراطين حقوقهم وأعطوا الكوار حقوقهم وأعطوا البيضان حقوقهم في الدستور ولوقهم الوطنية يقراوهم وطبقوا العدالة طبقوا العدالة العدالة الحقيقية لكل مواطن موريتاني وردوا عنكم ضروات بيت مال المسلمين اللي كلتوا ما فيكم رجاج ما عنده كونت في الخارج لا من الدولار ولا من اليورو والشعب يحان مسيكين خاليه الوي لا ليات يبراو في الخلوات ما عندهم طبي قد يبراو فيه اللي ساكو تشير ساكو دالارجان لي موريتانيين وهذه فضتهم ما هي فضتكم هذا بيت مال المسلمين ما خلاوه لكم باتكم ولا جدودكم كلكم خلاقة تحت خيمة فقير ما عنده مبيته ليل ما هو شوي من الغنم والله بقيرات سارحهم هذه ما هي لكم ما هي الموريتانيين كاملين هذه الفضل الكوار والحراطين والبيضان الشعب الموريتاني له الفضل وعنده الحق اخوتي يعيش وعنده الحق في تمونك هذا ما هو مقبول هذا ما هو مقبول لا تدمروا موريتاني لا تدخلونا حرب ما هو في صالحنا ولا في صالح موريتاني كل حد اعطوه حقه تقوموا العلماء كلهم لحيته كبيره ماشي دافع شرى مره يقول عنه شيعي يجي الايراني يقول عنه الشيعي ياك ايش بر الفضاء راهم سجلوا ذاك كامل وما يقوم دافع هم اللي وعد وعد السعوديه وعد الخليج يقول لهم انا السني ويتم يكذب 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 الخليجيين يدور كانوا يقبلوا الفضاء ويقول لهم عنده اليتامى في موريتانيا يقسم الفقراء والمساكين ويجيب لهم ياسر من الصور يا كان اعطاه له ملايين قايم ماشي بهم وهو اللي يديرهم في البنتو وين هو اللي قال مولانا ورسول وين هو اللي قريتو انتم العلماء وين هي الشريعه لو هو رانا عرفنا عنكم جماعه من بنضيات لصوص بلا دين وبلا مروه وبلا حنان ودينكم الله الفضل وربكم الله الفضل وتعبدوا الله الفضل كيف انا يا اخوتي خليتوا الدوله وخليتوا المسلمين هذا ما هو مقبول